جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم مرور المرأة في بين يدي المصلي في الصلاة الفرض والنافلة في الحرم؟ الحرم يعفى عن مرور عن المرور بين يدي المصلي من أجل الضرورة والزحام، سواء الرجال أو النساء. الله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم والناس يمرون من أمامه ولم يمنعهم عليه الصلاة والسلام، كما في حجة الوداع صلى صلاة الفجر عندما جاء يطوف للوداع، صلى صلاة الفجر والناس يمرون بين يديه ولم يمنعهم عليه الصلاة والسلام. ولأن هذا فيه حرج، تمنع الناس، ما تقدر تمنع الناس لكثرة الناس والزحام، كثرة المرور. نعم.